section 10.5, which method do I use بالنسبة للهدف من هذا السكشن اللي هو عبارة عن one slide. Determine the appropriate hypothesis test to perform. يعني بقولنا بالضبط إيش نوع الاختبار اللي بدي أستخدمه، يعني التلخيص لكل ما سبق. فالتلخيص هو حكاية الطريقة التي يجب أن نستخدمها بتعتمد على البارامتر المجهول اللي بدنا نعمل حوله اختبارات. فإذا كان المجهول هو البابوليشن بروبورشن بي، فطبعا بنستخدم بنحول التست ستاتستيك اللي هو البي هات، بنحوله لستاندرد نورمال إذا توفرت شروط معينة بتخلينا نقدر نستخدم السنترال ليميت ثيوريم اللي هي ان بي نود واحد نود اكبر من يساوي 10 زي ما شفنا قبل هيك، والبي هات هو عدد السكسس على عدد كل المحاولات او على حجم العينه. اذا كان الاختبار يدور حول البوبوليشن مين ميو، فهان طبعا بدنا نشوف حجم العينه، نطلع على حجم العينه. إذا حجم العينة كبير وكانت طبعا سيجما مش معروفة بنستبدلها بإس، بكون عندنا هذا التوزيع توزيع تي. إذا كان حجم العينة صغير فلازم التوزيع اللي احنا بناخد منه العينة يكون أصلا نورمال عشان يكون هذا التست ستاتستيك اللي هو تي نود بيكون توزيعه تي with n minus 1 degrees of فريدم. إذا كان الاختبار حول السيجما أو سيجما تربيع، وإن شاء الله راح أجيب لكم بعض الأمثلة هذا الموضوع كمان أمثلة، فبنستخدم التست الستاتيستيك اللي هو الكاي سكوير، فتعريفه إن ماينس 1 مضروب في إس سكوير على سيجما سكوير، طبعا بشرط أن التوزيع الأصلي اللي نسحب منه العينة إما بكون نورمال أو بتكون حجم العينة كبير. الآن راح ناخد موضوع تاني وهو probability of type 2 error، وحاجة بنسموها the power of the test. طبعا بالنسبة ل في حالتين في لما نعمل احنا اختبارات ونتخذ قرار، في حالتين بيكون فيها القرار صحيح، وحالتين بيكون فيها القرار خطأ. الخطأ الأول هو أن يكون النل هايبوثيسيس صحيح وإحنا قررنا رفضه، فهذا بسموه type 1 error، واحتماله هو ألفا اللي هي level of significance زي ما شفنا قبل هيك أمثلة عديدة. هناك خطأ من النوع الثاني أن يكون ال H نود غير صحيح ولكن إحنا قررناش نرفضه، فشلنا في رفضه، لم نجد الدليل الكافي لرفضه. فهان الخطأ هذا بسموه type 2 error واحتماله بيساوي بيتا. فالآن بدنا نحسب هذا الاحتمال اللي هو الخطأ من النوع الثاني البيتا، وبعد هيك إن شاء الله نشوف نحسب الـ power of the test. بالنسبة للـ probability of a type 2 error، طبعا بده خطوات الحساب، تحتاج لخطوات. أول حاجة بدنا نحدد بالضبط الكريتيكال فاليو اللي هي النقطة اللي بتفصل بين الريجكشن ريجين والأكسبتنس أو نون ريجكشن ريجين، هي هذا بسموها الكريتيكال فاليو. فهذا طبعا وجوه يعني الكريتيكال فاليو تعتمد على نوع الالترناتيف. فإذا كان الالترناتيف ليفت تيل تيست، فبكون عندي النل هايبوثيسز عفوا بكون عندي الكريتيكال فاليو على اليسار. واحنا عاده ايش بنعمل البي هذه توزيعها طبيعي، المين تبعها بي نود على افتراض انه الاتش 1 هو الصحيح، الاتش نود هو الصحيح، فبنحولها لستاندرد نورمال بيطلع لنا هذا زي ما وضحتها. انا كتبت سلايد جديده مش موجوده عندكم. فالتست ستاتستيك اصلا بيساوي بي هات اللي هي اكس على ان ناقص بي نود على سكوير روت اوف بي نود في واحد ناقص بي نود على حجم العينه
ان، فهذا توزيع ستاندرد نورمال. فاحنا القانون عندنا او القاعده كانت انه نرفض النال هايبوثيسز لما بكون قيمه التست ستاتستيك اللي هي هذه اقل او تساوي كريتيكال فاليو موجوده على اليسار، لانه الاختبار هو ليفت تيل تيست. فبالتالي الكريتيكال فاليو هذه نقدر نحسبها بسهوله وتكون اشارتها سالبه لانها في اتجاه اليسار من التماثل بالنسبه للستاندرد نورمال. فبنحول هذه نكتب بدل زي نوت القيمه اللي بتاخدها نحطها هيك، بعدين بنضرب في الجذر الطرفين فبصير عندي بالشكل هذا، بعدين بنضيف بنرسل هذه للجهه اليسرى اليمنى من المعادله او الانيكواليتي، فبكون عندي القاعده كالتالي: ريجكت اتش نوت اف بي هات اقل او تساوي بي نوت ناقص زي الفا ضرب الجذر هذا. وهذا طبعا هي بالضبط هو اللي عمله هان، طبعا هو اخذ النقطه نفسها حسبها، فالنقطة هي بداية الكريتيكال ريجين أو نهاية النون ريجكشن ريجين، فهي النقطة نحسبها بهذا الشكل. فبالتالي لما بدي أحسب أنا البي فاليو البيتا اللي هو البيتا اللي هو احتمال تايب 2 ايرور، بدي أحسبها بالاعتماد على هذه الحقيقة. الآن بالنسبة ل الرايت تيل تيست نعمل نفس الشيء. الكريتيكال فاليو في الرايت تيل تيست بتكون موجوده وين؟ على بتكون موجوده على اليمين، وقيمتها بتساوي زي الفا. واحنا اصلا بنحول البي هات لستاندرد نورمال، بدنا نطرح المين تبعه ونقسم على ستاندرد ديفيشن، وبعدين المعادله هذه نحصل عليها كما في الشريحه. هاي الكريتيكال فاليو قيمه التست ستاتستيك عفوا. فالقاعده بتقول انه بنرفض بالنسبه للرايت تيلد تيست بنرفض اتش نود اذا كانت زي نود اكبر بتساوي زي الفا. فبنحول هذه الانيكواليتي بنضرب في الجذر الطرفين فبصير بهذا الشكل، بعدين ننقل بنود على الجهة اليمين فبصير عندنا بالشكل هذا. فهذه النقطة هي هذه هي اللي بتفصل المنطقة الريجكشن ريجين ومنطقة نون ريجكشن ريجين. بالنسبة للتول تيل تيست راح يكون عندي تو كريتيكال فاليوز، واحدة على اليسار بتكون سالبة، واحدة على اليمين بتكون موجبة. فبنفس الطريقة بقدر استنتج انه في عندي نقطتين هذول بيفصلوا الريجن والاكسبتنس ريجن، وهذا نفس الشيء يعني بين النقطتين هذول في اكسبتنس، خارجهم في ريجكشن. خلينا الان الخطوه الثانيه، اذا حددنا النقطه اللي بتفصل بين الكريتيكال ريجكشن ريجن والنون ريجكشن ريجن، الان كيف بدنا نحسب اللي هو احتمال انه نعمل خطا من النوع الثاني. فناخذ الحاله الاولى اللي هو ليفت تيل تيست، الالترناتيف هايبوثيسيس بكون بي اقل من بي نود يعني على جهه اليسار. فطبعا احنا كنا نقول انه الريجكشن ريجن موجوده على يسار الكريتيكال فاليو، الان الاكسبتنس ريجن بتصير او النون ريجكشن ريجن بتصير على يمين هذه النقطه اللي هي بتكون سالبه اللي احنا حسبناها تو في السلايدز وفسرناها رياضيا. اما بالنسبه للرايت تيل تيست فالالترناتيف بيكون بي اكبر من بي نوت والريجكشن ريجن موجوده على اليمين، فالنون ريجكشن ريجن بتكون موجوده على اليسار، يسار نقطه موجبه طبعا. اما في بالنسبه للتو تيل تيست فبيكون في عندي منطقه في المنطقتين للريجكشن اللي هي المتطرفتين اللي على الاقصى اليمين واقصى اليسار، اما بينهم في منطقه بتكون هي النون ريجكشن ريجين. خلينا ناخذ مثال هان، هذا المثال مر علينا بتكلم عن انه بدهم يختبروا الفرضيه اللي بتقول انه نصف الناس
50% of people favor the policy of banning cell phone use while driving. يعني تقريبا نصف الناس أو نصف الناس بأيدوا سياسة حظر استخدام التلفون الخلوي أثناء قيادة السيارات. فطبعا هان كان في تساؤل هل زادت هذه النسبة ولا لا. فبالتالي الاختبار كالتالي اتش نوت بيقول انه ما صارش اي زيادة على نسبة الناس اللي بأيدوا الحظر. فبي بتساوي بي نوت الزن بي بتساوي بي نوت واللي هي 50%، والالترناتيف بقول انه بي اكبر من 50% او اكبر من نص. فهان طبعا اخذوا استطلاع رأي لألف شخص ولقوا انه 534 منهم كانوا مع الحظر، بأيدوا الحظر. فبالتالي البي هات هي 534 على 1000 أو 534 من 1000، هذه البي هات. وبدنا يعني تكون القرار مبني على الليفل اوف سيجنيفيكانس 5 من 100. فالآن مطلوب نحسب اللي هو probability of making a type 1 error given that population proportion p is 0.52. لاحظوا هان انه لما بيطلب منا احتمال الخطأ انه نعمل خطأ من النوع الثاني فبيعطينا قيمة للبي. ليش؟ لانه الالترناتيف هايبوثيسز مش زي النل هايبوثيسز. النل هايبوثيسز بيعطينا قيمة واحدة فقط single value للبي، لكن هاد بيعطينا فترة، يعني بيعطينا فترة مفتوحة بي أكبر من 5 من 10 أو أكبر من نص. لكن قديش أكبر من نص؟ يعني 51%، 52%، 53. فأي قيمة بتكون أكبر من يعني بعد ال 0.5 بتكون يعني محتملة للنال هايبوثيسز أو لقيمة بي حسب بنص النال هايبوثيسز. فبالتالي بنقدرش إحنا نحسب probability of making type 1-2 error بدون ما هو يعطينا مفترضة للبي حسب ما بنص اللي هو الالترناتيف هايبوثيسز. فبالتالي هان هو معطينا إياها بتساوي 52 من 100. فخلينا نشوف كيف بدنا نعمل الاختبار. هان طبعا لما بدنا نعمل اختبار الفرضية ونحسب ألفا بنحسبها على أساس إنه البي حسب ما بنص النال هايبوثيسز قيمتها بتكون نص، فبنعتبر هذه قيمتها. فبالتالي هذا المين تبع البي هات وهذا الستاندرد ديفيجن تبع البي هات. الكريتيكال فاليو بتكون اللي هو زي 0.05 بتساوي 1.645، فبنقارنها بقيمة البي هات حسب المعادلات اللي توي مرت علينا في السلايدز السابقة. فهان إذا هاي الكريتيكال بوينت الكريتيكال هي 0.5 زي ما عملنا في السلايدز هذه في هذه السلايد. فهي بتكون أو اللي بعدها لأنه هان أكبر من أكبر من. فبالتالي هان فبنحسب اللي هو بناخد الكريتيكال فاليو اللي بتكون موجبة اللي هي على اليمين لأنه عندنا الالترناتيف أكبر من. فالبي هات بتساوي نص زائد 1.645 مضروبة في الجذر هذا، فبتطلع تقريبا 5.503. فبدنا نستخدمها هذه. ها الرسمة هذه بتقولنا بالضبط وين المنطقة اللي بنرفض فيها النال هايبوثيسز، وين المنطقة اللي بنرفضش فيها النال هايبوثيسز. فلما تكون بي هات أكبر من 0.534 هذه هاي القيمة فبنرفض النال هايبوثيسز. فالاحتمال اللي هو احتمال هذا بيعطينا المساحة المظللة هان.
طبعا هو في السلايدز مش عاملها بشكل واضح، لكن ممكن انتوا تو سلايدز اللي انا حطيتهم بوضحوا المسألة. هذا طبعا في اذا افترضنا انه بي بتساوي 52 من 100 حسب ما هو معطينا اياها في المثال، في حالة لما يكون ال H1 هو الصحيح، فبصير كل شيء بتغير، المين والستاندرد ديفيشن بتغير والاحتمالات كلها بتغير. المهم بعنينا في المسألة هذه، هذه السلايد مهمة جدا، هذه بيتا رمز اللي هو احتمال من النوع الخطأ، الخطأ من النوع الثاني بيتا، بيتا بتساوي probability of type 2 error، وهي طبعا التعريف الأساسي إلها اللي هو type 2 error اللي هو do not reject H node لما يكون هو خطأ. طبعا لما يكون H node خطأ يعني H1 هو الصحيح، فبالتالي احتمال type 2 error هو احتمال do not reject H node given that H1 is true. H1 is true طبعا أكثر من 50 من 100، لكن هو محدد لنا قيمة واحدة إلا عشان نقدر نحسب الكلام هذا، فبتطلع بي حسب ما هو معطينا إياها بتساوي 52 من 100. فإذا احتمال بي هات أقل من هذه اللي هي الكريتيكال فاليو بعد ما نعملها الحسابات زي التو سلايز اللي أضفتهم، و given that هذه كلمة given that بي بتساوي 52%، يعني نستخدمها في الحسابات لما نحول البي هات لستاندرد نورمال، فبنطرح منه المين زي ما شفنا هان هذا المين، وبنقسم على الستاندرد ديفيشن اللي هو هذا. فلاحظوا انه ما حطيناش 50 او 5 من 10، حطينا 52% و 52% و 52%، لانه في الحاله هذه فرضنا الاتش 1 صحيح واخذنا القيمه اللي اعطانا اياها في المثال اللي هي بي بتساوي 52 من 100، فبتطلع بتساوي احتمال اقل من 0.886.